كعكة بيضاء. لطالما كانت وظيفة الطيار حكرا على الرجال، لكن عندما علمت مساعد الطيار الأول دون كوك بأن زميلتها الطيارة ستيفاني جونسون ستقود رحلة من مدينة ديترويت، قررت كوك الانضمام لها ليصنعوا حدثا تاريخيا. وأصبحت جونسون بمساعدة كوك أول امرأتين من أصول إفريقية أمريكية تقودان طائرة أمريكية في رحلة داخلية. والآن مشاهدينا إلى فاصل وقصير، ونواصل من بعده نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس.